بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. النهاردة معاكم مستر أيمن، هنعمل كده ريفيجن لبعض الأفكار بعد ما كنا واقفين عند شابتر 7. وبإذن الله النهاردة تكون الأفكار دي عشان نعمل ريفيو كده لسيشن الفيزيكس. فأول فكرة عندنا الشكل اللي قدامي ده أو للأبليكيشن بتاعي ده يا أولاد، المفروض إن إحنا عارفين ان الفولوينج جراف او ريليشن بتوين، العلاقه ما بين الاي اند تايم او الالكتريك كارنت انتنسي اند ثرو ذا تايم. لو انا عملت جراف او علاقه والجراف ده طلب مني في التطبيق ان بيقول the following graph represents the flow of electric current in a wire through three periods different times. يعني الجراف ده بيعمل لي كده illustration لريليشن ما بين الاي والتي، طبعا في واير when the electric current passes through the wire او through three periods different times، خلال فترات مختلفة زي ما احنا شايفين على الجراف. وبيقول the ratio between the amount of charge يعني quantity of electricity يعني passing through the wire in three times periods are. عاوز اشوف النسبة الـ period number 1 هل هي 2 ريشيو 1 ريشيو 2 4 في البيريود نمبر 2 طبعا و 3 النسب بتاعت الكوانتيتي اوف الكتريستي في الفتره الاولى 2 سكند بيريود عندي 1 الثيرد بيريود هنا 2 4 1 ريشيو 3 ريشيو 3 4 1 ريشيو 1 ريشيو 1 4 2 ريشيو 3 ريشيو 4. هنا في التطبيق ده المفروض ان احنا اول حاجه بنعملها بنرجع للول القانون بتاعنا. القانون بتاعنا بيقول ايه؟ لو انا بصيت او افتكرت كده ريليشن العلاقه اللي كانت بتربط الاي والكيو والتايم، هلاقي سنس ان الاي ايكوالز كيو اوفر تي. طيب وانا لو طبقت الكلام ده هو طالب مني الكوانتيتي الكميه، يبقى ده معناه الكيو ايكوال اي طبعا باي تايم، يعني الكوانتيتي اوف الكتريستي ايكوال كوانتيتي او الكتريك كارنت انتنسيتي ملتبلاي للتايم. طالما كده طالب حضرتك physical quantity ودايما بتبقى result from product من ال y axis مع ال x axis، يبقى لازم اجيب the area under the curve. يبقى لازم على طول في الحالة دي اعمل ايه؟ اعمل calculation لل area واعمل طبعا ال area تحت المنحنى ده واشوف الشكل بتاعنا ايه لل area ايه؟ ان انا لو رحت اجيب area لل triangle C، لو انا رحت اجيب اريا 1 اريا 2 اريا 3 في الفيرست بيريود ايه، هلاقي ان الفتره الاولى دي لو انا حبيت اجيب الاريا الريكتانجل اللي قدامي ده عباره عن طبعا لينث باي ويدث، لينث عندي 2 ويدث ب 1 فروم 1 تو سكند، يبقى كده الاريا 2 كولومز ودي كده الكوانتيتي في الاريا 1. رحت احسب الكوانتيتي او الاريا بتاعت الايه البيريود 2، لقينا برضو الريكتانجل ده عبارة عن لينث باي طبعا ويدث يعني 1 باي 2 برضو 2 كولومز. بعد كده روح تحسب بقى الاريا بتاع التراينجل ده اللي هو الشكل اللي عندي ده، طبعا the area of triangle عبارة عن نص البيز باي هايت، البيز عندي بتاع التراينجل في الجراف 6 to 8 يعني عندي 2 سكند، يبقى هاف باي 2 طبعا باي الهايت عندي from 0 to 2 يعني الاريا كده بتاع تراينجل هاف اي 2 اي 2 برضو جيبز بتديني 2 كولومز. سو كولوم في الاريا 1 هي 2، الكولوم هنا 2 وهنا 2، سو وي كان كونكلود ذات ذا ريشيوز النسب بتوين الكوانتيتي في البيريود 1 تو كوانتيتي بيريود 2 تو كوانتيتي بيريود 3 هي 1 ريشيو 1 ريشيو 1. وده بداية برضو للتطبيقات على الـ I والـ Q another application. تعالوا مع بعض نشوف بقى electric circuit والـ methods of connection. لو هنرجع مع بعض كده أولاد نعمل review على الـ parallel series للresistors المقاومات، برضو هنقدر نستخدم ohms closed circuit وعين بيها reading بتاعة الأميتر. The second application بيقول the following electric circuit، هنا الشكل او الدايره دي هو بيسالني the value of the equivalent resistance
and the reading of the ammeter. طالب مني هنا عاوز يحسب قيمة الـ equivalent resistance وكمان عاوز يحسب الـ reading بتاعة الأميتر يعني الـ I. ومديني طبعا choices 5 أمبير للأميتر و 2 أوم للـ equivalent resistance or 4 أمبير and 2.5 أومز or 10 أمبير 1 أوم or 2 أمبير and 5. طبعا تعالوا مع بعض نشوف هنقدر نتعامل مع الشكل ده ازاي. لو انا مسكت السيركت دي وبدات اعمل ايه بقى؟ نركز مع بعض في الجزء اللي انا رجعت للسيركت ده تاني. هلاقي ان انا عندي ريزيستور 4 و4 هنا طالما في بوينت اوف ديستريبيوشن نقطه تفرع يبقى انا هعتبر ان طبعا 4 مع 4 دول بارلل والريزلت او الايكويفالنت بتاعتهم هتبقى سيريز وده معناه برضو هاجي هنا 6 4 or with 6 ohms طبعا هيبقى هنا برضو parallel وفي الاخر الريزلتنج بتاعتهم هتبقى سيريس. طيب تعالوا نشوف الشكل بتاع السيركت ده انا حولته لايه. لقينا ال 2 ohms او 2 resistors 4 مع 4 تمام كانوا parallel وطبعا بيبقوا سيريس مع 2 and the resistance 6 ohms parallel with another 6 ohms and الريزلتنت بتاعتهم هتبقى سيريس مع 1. وادي كده بدات اعمل سمبليفاينج للسيركت وبدات اشوف مين البارلل ومين السيريز. طيب بعد كده هما مستر لما يكون عندي 4 مع 4 بارلل يبقى الايكويفالنت بتاعتهم ريزيستنس هتبقى 2. طيب الايكويفالنت 2 دي لما تكون في السيركت هتبقى سيريز مع 2 and 6 وال 6 they are in parallel connection. So the equivalent resistance of 6 6 parallel gives طبعا 3 and this resistance 3 ohms is in series connection with 1 ohm وكده انا بدات اغير او ابسط الدايره اكتر. طيب 2 with 2 ايوه هتبقى 4 لان دول series 3 with 1 هتبقى 4. طب ما هو مستر واضح ان 4 مع 4 هنا هتبقى parallel يبقى الايكويفالنت بتاعتهم كام؟ 2. وكده قعدت كل شويه اعمل سمبليفاينج للسيركت لحد ما وصلت كل شويه مقاومتين بارلل وبعد كده مني الريزلتنج بتاعتهم سيريز لحد ما وصلت للايكويفالنت اللي موجوده في السيركت كلها هي 2 اومز. سو عندي الار ايكويفالنس هي 2 اومز. تعالوا بقى نبدا نحسب الريدنج بتاع الاميتر. لو انا رجعت ل 2 batteries عندي VB1 or VB2 عندي هنا 2 volts وهنا 12 volts but the direction of connection اتجاه التوصيل بتاع الالكتريك سيلز الأعمدة أو الباتريز هنا طبعا واضح إن in the same أو in the opposite direction. So يبقى أنا لما باجي أحسب الالكتريك current intensity بقول إن I equals VB2 minus VB1 12 minus 2 over طبعا ال R equivalence اللي احنا حاسبينها 2. So the reading of ammeter is 12 minus 2 over 2 يعني gives 5 ampere. يبقى انا باول need عندي ال equivalent resistance عندي 2 ohms وبعد كده حسبت ال reading بتاعت الاميتر عن طريق ال difference between batteries VB2 minus VB1 over الايكويفالنس ريزيستنس ات جيبس طبعا 5 امبير. يبقى كل الفكره ان احنا بنشوف الكونكشن بتاع الريزيستنس وبقدر اجمع البارل مع بعض وبقدر اجمع سيريز مع بعض عشان في الاخر اوصل لايكويفالنت ريزيستنس. نشوف انذر ابلكيشن. هنا بقى نركز في الجراف ده لان لما بيديني جراف وعامل لي الجراف ده is divided into sections or periods وكل period محتاجة مني range from point to another point هلاقي ان بيربط الكلام ده كله بال VB والresistance والelectric current عشان نقدر نستخدم الجراف ده مع الelectric cell. The following figure الشكل ده هنا بيسألني من ال figure اللي قدامي ده او من الشكل اللي قدامي ده الجراف ده هو كده الفاليو بتاعت VB value هنا ممكن احسبها كام and the resistance عندي هتبقى كام؟ لما اجي احسب القيم دي عندي هلاقيها المفروض ان انا عارف ان انا لو بصيت على الكيرف او
الجراف ده هو طبعا متقسم لسيكشن، ادي فيرست بيريود then from B to C، وعندي عن الاومز 1 and from D to E، ودي اللي هي terminals او the ends of resistance. طيب تعالوا نسأل بقى ازاي اتعامل مع الجراف ده، تعالوا نشوف اتعاملنا ازاي. قلت الاول يا مستر عاوزين نحسب ازاي الفي بي. طبعا واضح ان الفي بي عندي لما باجي احسب قيمة الفي بي دي في اول ستيج او في اول مرحلة او بيريود، هنا كل انا هعمله بجيب السلوب، السلوب بتاع الستريت لاين ده، لان هو الفترة دي اللي بتمثل لي في لحد الجزء ده هقدر اجيب الفي بي من السيكشن ده. طب والسيكشن ده عشان اقدر اجيب الفي بي كل انا اعمله هقول له البوتنشال ديفرنس 10 ماينس 0، يبقى كده ادي قيمة الفي بي واضحة من اول ستيج خلصت او من اول بيريود. بدأت اتحرك شوية واقول له طب الريزيستنس اللي هي 1 اوم تو تيرمينالز بتوعها بي ام سي، لو انا حبيت اروح البوتنشال ديفرنس احسبه between the terminals of resistance 1 to V1 ohm، يعني فرق الجهد او البوتنشال ديفرنس عند الاوم او الريزيستنس 1، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال V بي سي فرق الجهدين في البوينت بي ماينس ال V بي ماينس ال V سي. طيب ال V بي نبص عندها كده، ايوه ادي البوينت ال V بي هنا represented by 10 and the straight line الفترة الثانية C واقفة عند ايوه 8، so the difference between V بي minus VC هيبقى 10 minus 8 هيبقى 2 فولتس. بعد ما حسبت فرق الجهد ده كل شوية أنا بتحرك 2 towards the right عشان أقفل أو أوصل لنهاية السيركل، وكده بمشي مع الكيرف أو الجراف. طيب كده أنا جبت الـ VB وحسبت الـ V بتاع المقاومة 1 أوم، وبعد كده هقدر أقول since إن الـ I equal V1 أوم، أقدر أحسب بقى الـ I، أيوه V1 ohm يعني فرق الجهد او البوتنشال ديفرنس للمقاومه دي اوفر الار بتاعتها من اومز لو. طيب حضرتك حسبت ال V1 ohm طلع بكام؟ ايوه 2 فولتس، and the resistance of 1 ohm طبعا 1 2 over 1 ب 2 امبير، كده انا حسبت الار. ارجع اتحرك شويه توورد ذا رايت عشان اروح للسيكشن طبعا دي اي. ال VR هنا للريزيستنس دي فرق الجهد بقى، يبقى هو عباره عن ايه؟ VD minus VE. طيب ال VD ايوه ال VD عندي بكام؟ ب 8 minus ال VE عندي هنا طبعا 0، يبقى اقول ال V بتاعت ال R دي المقاومه دي potential difference between the terminals ال R VD minus VE يعني 8 minus 0 equal 8 volts. طيب حضرتك بقى الايكوفيلنت بقى هنا المقاومه الاخيره هقول له ال R دي عشان اقدر احسبها عبارة عن ال VR فرق الجهد عندها over ال I طبعا ال I اللي بيمر في السيركت 2 خلاص 2 امبير. طيب ال VR حضرتك ايوه مستر حاسبها ب 8 فولتس، so the value of R equal VR over ال I 8 over 2 equal 4 ohms. يبقى انا بعتمد في الكيرف او الجراف ده يا اولاد على الستيج المراحل، كل عندي تيرمينالز للريزيستنس بشوف المرحله او البيريود عندنا فروم وان فروم بوينت تو بوينت واقدر احسب الدفرنس. نروح لتطبيق جميل، هنا واضح ان عندي باتري وبيقول ان انا عندي تو كوندكتورز، طبعا الفيرست اوف لينث ال واضح من الفيجر يعني او الدياجرام، والكروس سيكشنال اريا اي كابيتال، وطبعا الاي اللي عنده اي 2، اند فيرست عندي كوندكتور of length 2L، يبقى كده اللينث بتاع الفيرست دبل لينث اوف ذا سكند، and the cross sectional area of the first is the double cross sectional area of the second. هو بيسألني هنا وانا لو حبيت اجيب الريشيو between I1 ل I2 هل هتطلع 1 ريشيو 2 or 3 ريشيو 2 or 3 ريشيو 6 or 1 ريشيو 1؟ تعالوا نتعامل ازاي هنا. واضح ان انا هرجع للفاكتورز من هنا، طالما عندي كوندكتورز وعندي ال وعندي سيكشنال اريا وعاوز يحسب بقى ريشوز نسب، يبقى انا هرجع للفاكتورز افكتنج ذا فاليو اوف ريزيستنس. سينس ان الار كانت دايركت بروبورشنال وذ ال، كان قلنا عارفين ان باي انكريزنج ذا لينث اوف ذا واير الار انكريزز، اند ذس
relation also between R and sectional and cross sectional area, the R is inversely proportional with the area. يبقى العلاقة عكسية. طب وده معنى كلامي إن أنا لو حبيت أعمل ratio R1 R2 هلاقي عشان هي دايركت مع إيه يبقى L1 L2 وعشان هي inversely مع إيه يبقى A2 A1. طيب ما حضرتك قايل إن L1 دي على الرسم هنا الفاليو بتاعتها 2L، يعني أنا لو جيت شلت عندي L1 دي وحطيت أو عملت substitution ب 2L وعندي الـ A2 عندي بإيه يبقى كده L1 بقى مكانها 2L والاريا التانية بتاعت السكند كوندكتور بإيه أوفر L2 عندي كانت بإل وطبعا الـ A2 عندي بـ 2A طبعا يبقى أنا كده هعمل كانسل الـ L مع الـ L والـ A مع الـ A يبقى 2 ratio 2 يعني 1 ratio 1 so the ratio between resistance عندي R1 R2 هي عبارة عن 1 ratio 1. هنتنقل لتطبيق جديد أو فكرة جديدة عن الريزيستور عن المقاومات يعني. لو رحنا للتطبيق الثالث أو فورث أبلكيشنز. هنا برضو بيسألني على الميثودز مع الفولتميتر بقى مرة مع المقاومة والقيم بتاعته. هو هنا بيسألني the following figure if the voltmeter reading 4 طبعا أو reads يقرا 4 فولت. الفولتميتر ده كان بيقرا 4 فولت. So the ratio between the potential differences VAB VAB فرق البعد من هنا لهنا ratios VAC من A لحد C هل القيم بتاعتهم 4 ratio 7 7 ratio 4 or 2 ratio 7 or 7 ratio 2 ومن هنا هنشوف طبعا هنشوف الفكرة بتاعتها نتعامل معاها ازاي ونقدر نمشي معاها ازاي. طيب هنا في طريقة التوصيل مع الريزيستنس دول هنقدر نتعامل مع الشكل ده ازاي. لو انا رحت للاي هنا بقى اولاد نركز شوية. الاي بتاع البرانش الفرع الاولاني كده عبارة عن دايما ايه في اوفر الار. البي حضرتك قلت الريدنج بتاع الفولتميتر 4 اوفر الار امبير كده ده الاي للبرانش الواحد. طيب اروح احسب في 1. في 1 دي عبارة عن ايه في 2 اي 1 ار 1 دي ايكوالز دايما I2 R2 من الريليشن دي. طب ما هو V1 حضرتك قلت عليها 4 ratio R by 2R قوما ان عندي 2R equals ده دي ال V1 احنا يعني شغالين عليه equals I2 عندي موجودة by 4I2 يعني كده القيمة بتاعت ال V1 في الاخر هتبقى R over 2 امبير. طب والI upper فرع البرانش اللي فوق ده البرانش او اللور برانش. الأبر عندي هنا بقى قراءة الفولتميتر 4 عندي over R طيب plus R over 2 إن أنا عندي هنا الـ 2 barrier هنا resistors يبقى ده معناه إن الـ I للـ upper branch هي 6 over R أمبير. بعد كده عندي R تحت lower branch أو الـ V بتاعت الـ I للـ branch والـ I بتاع الـ upper branch هقدر أقول إن الـ resistance AB المقاومة من A لحد B عندي هتبقى عبارة عن إيه بقى التوصيل 2R آدي 2R معايا by 4R over 2R plus 4R لأن طبعا ده الـ connection resultant بتاعتهم هتبقى parallel and this equals 4 over 3R ودي قيمة الـ R from A to B then the potential difference between V and B A and B نقدر نحسب بقى فرق الجهد. أيوة هنقول ان I equal RAB RAB احنا حسبناها 4 over 3 ohms انما ال I اللي عندي طبعا في ال upper كانت عبارة عن 6 over R by 4 over R وطبعا من هنا هنقدر نحسب ال VAB. طيب اروح بنفس الفكرة احسب ال RAC ال R عند ال AC عشان اقدر اجيب ال VAC ال R عند ال AC عبارة عن 4 over R ودي قيمة ال RAB plus ال R في R كمان معانا بره اهو ما هو المحصلة بتاع دول 4 over R بلس ال R دي بقى كمان زيادة يبقى كده ال R from A to C 7 over 3 ohms or R and VAC الحالة دي بقى هتبقى قيمة ال VAC عندي هتبقى IRAC وطبعا 6 over R plus 7 over R هتدينا 14 voltage
So the ratio between VAB لل VAC طبعا V from A to B حسبناها ب 8 ohms وال V from A to C اتحسبت طبعا بقيمة عندي بقيمة كام؟ بقيمة 14 أو 14. So the ratio VAB to VAC equals 4 over 7. ده فيبز ابلكيشن. The following figure potential difference هنا between point C and B فرق الجهد من B and for C and B فرق الجهد ده equal 4 and the potential difference between two points A and D وفرق الجهد ما بين A ودي على بعض كده equal قد ايه؟ طبعا انا عاوز اشوف الانسر 12 تعالوا نحسب الشكل. طبعا واضح من الشكل انا خدت البوتنشال ديفرنس طالما حضرتك حددت لنا يا مستر بوتنشال ديفرنس فروم بوينت بي تو سي رحت واخد السكشن او بارت من السيركت وقلت له ادي البارت اللي حضرتك هتشتغل عليه بوتنشال ديفرنس بتوين بوينتس سي اند بي ايكوال 4 فولت حضرتك ده جيفن. طيب سو or since R equivalence لـ 2 parallel resistors دول R over 2 يعني half R تمام واضح كده عندي طبعا واضح كمان ان انا هبدأ اعمل ايه اقول له الـ VR equal 4 اللي هي equal I في الـ R equivalent طيب الـ I multiply عندي الـ R equivalent R over 2 وده في الاخر ادينا 4 يبقى قيمة الـ IR على بعض بكام بـ 8 volt والـ IR هي potential difference So V from A to D لو انا بصيت كده هلاقي ان الواير from A or C to D طبعا هنا ده no resistance مفيش مقاومة يبقى كده انا هعمل cancel ال R مع ال R هيتفضل القيمة بتاعتي اللي موجودة هنا يعني لما اجي احسب يا اولاد ال V from A to D من A to D في الحالة دي هقول هي R I R plus ال I multiply R over 2 طبعا ال I عندي موجودة والR هنا R over 2 لأن طبعا هنا cancel plus 0 هنا مش هشتغل على المقاومة دي so the potential difference equal 12A volts دي القيمة المطلوبة هنا بدأ ينوع في شكل السيركت ويقول the following figure الفولتميتر reads V1 equal 12 volts V1 ده بيقرأ لي 12 volts and the ammeter reads 0.5 ampere القيمة بتاعت الأميتر الموجودة 0 الآي الكارنت هنا 0.5 هو بيسألني الفولتميتر ريدنج V2 يبقى ال V2 ده هيقرأ لي كام؟ طبعا لما يقرأ 4 ازاي؟ تعالوا نشوف كده لو أنا رحت أجيب ال V طبعا عندي 16 لو أنا قسمت يعني السكشن بتاعي أو الشكل بتاعي اللي قدامي ده هنا فرق الجهد عند المقاومة 16 واضح قدامي ايه ان انا عندي 16 اوم هروح احسب فرق الجهد وطبعا عند المقاومه 16 او ريزيستنس 16 لقيت ان V at 16 ريزيستنس ايكوال الاي بتاعتها باي الار بتاعتها الاي عندنا اتفقنا ان الاميتر هيعمل لي ريدنج 0.5 ملتبلاي الار اللي هي 16 يبقى انا لما اجي اقول 0.5 باي 16 يبقى ده ايكوال ايه ايكوال 8 يبقى انا كده قدرت اجيب فرق الجهد عن 16 V1 equal لما اروح احسب بقى نرجع مع بعض كده للسيركت لما اروح احسب V1 ما هي V1 دي عبارة عن ايه الفرق الجهد بتاع 16 مع 4 تعالوا نشوف اتحسبت ايوه V1 plus V2 يبقى ال V16 عبارة عن ايه عبارة عن V1 minus V2 V1 حضرتك القيمة 12 وال V2 طبعا بايه طب جت منين يا مستر دي تعالوا نشوف ادي فرق او ال V2 وهنا طبعا V1 القيمة اللي كان مديها لي 12 ماينس طبعا قيمة مين؟ قيمة الـ 8 يبقى كده هيديني 4 فولتس ودي القيمة المطلوبة بتاعت المقاومة وفرق الجهد 16 اومز. هنا بقى نبدأ نركز شوية يا ولاد. The following figure if you know that mu permeability أو الماجنتيك permeability طبعا 4 باي multiply 10 باور نيجاتيف 7 ودي ايكوال ويبر بير امبير. The density of the magnetic flux at the center P عاوز الكثافة المغناطيسية أو الفيلد المغناطيسي عند البوينت B يكوال قد إيه؟ ومديني طبعا 84 over 11 الأري. وواضح هنا إن الـ distance أو الـ radius هيبقى 10 سنتيمتر والأنجل 60 وده الـ direction بتاع الكارنت
وهنا الدايركشن بتاع الاوت. هنشوف كده النمبر اوف تيرنز الاول، طالما مديني انجل يبقى لازم الاول اروح احسب النمبر اوف تيرنز، لان هو هنا طالب مني ايه؟ هو طالب مني عشان نبقى فاهمين، طالب مني ان انا اجيب الماجنتيك فلكس دينستي البي ات ذا سنتر اوف ذا سيركولار كويل، اللي هي الريليشن بتاعتها ميو اي ان اوفر 2 ار. الاي طبعا واضح ان هي تبقى موجوده، الار موجوده او الان، لازم احسب الاول ان. احسب ان ازاي؟ عندي الانجل ثيتا اوفر 360، ثيتا اللي عندي 30 او 360 ماينس 60 طبعا هيدينا 300 اوفر 360، يبقى كده النمبر اوف تيرنز 5 اوفر 6 تيرنز. طالما حسبت النمبر اوف تيرنز ان اروح على طول لل اللو القانون بتاع الماجنتيك فلوكس، عندي دينسي ات ذا سيركولار او ذا سنتر اوف ذا سيركولار كويل بي ايكوالز ميو ان اي اوفر 2 ار، طبعا الميو 4 باي ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 ملتبلاي نمبر 5 اوفر 6 ملتبلاي الاي اللي عندي مديني قيمه 40 طبعا امبير 84 اوفر 11 امبير، وطبعا 2 ار 2 ملتبلاي طبعا السنتي هيتحول 10 باور نيجاتيف 2 multiply radius اللي هو 10 so the value of the magnetic flux density 4 multiply 10 power negative 5 tesla. straight wire coiled in the form of a circular coil، عندي سلك مستقيم لاب على هيئه circular coil consisting of one ring حلقه واحده the same wire was wound in the form of circular coil برضه تلاب علشان يكون circular coil consisting of، وده هيكون لي ايه عندي؟ وده لما اقدر احسب من هنا بقى، او الفكره اللي بيقولها دي بيقول ايه؟ اتحول مره ثانيه وموندد عشان يكون لي تو تيرنز. And then wrapped again in the form of a circular coil consisting of three turns، كل مره عمال يلفه يزود النمبر اوف تيرنز. So the ratio between the intensity of the flux الشده او الماجنتيك فلوكس يعني in three cases في الثلاث بي 1 الحاله الاولى لما كان ستريت واير، بي 2 الحاله الثانيه، بي 3 لما عملت له براندنج تو فورم كويل ذات كونسيست اوف 3 طبعا كويل. تعالوا نبدا نحل الفكره دي كده، انا هروح اجيب البي 1 هروح اجيب البي 2 وهروح اجيب البي 3، بس نخلي بالنا بي 1 الحاله الاولى ميو ان 1 اي اوفر 2 ار 1 ميو 2 ايكوال ميو ان 2 اي بي 3 ميو ان 3 اي اوفر 2 ار 3. طبعا واضح ان احنا كنسل 2 مع 2 مع 2 عشان نشوف الريشوز، والميو مع الميو مع الميو، وطبعا واحد كنسل، هيتفضل عندي في اول كيس الحاله الاولى ان 1 ريشيو ار 1، الحاله الثانيه ان 1 عندي اوفر ار 1 فاضل عندي، يبقى معناها ان 1 2 يعني انا عندي هنا الار 1 زي ما احنا عارفين ان 2 باور 2، وطبعا الان في اول حاله كانت 1 ثاني حاله كانت 2 تحول 2 كويلز يبقى 2 باور 2، الثيرد كيس بقى 3 باور 2 يبقى الريشيو عندي 1 باور 2 ب 1 2 باور 2 ب 4 3 باور 2 ب 9. يعني انا عاوز اقول لما يقول النمبر اوف تيرنز اوف ذا سيركولار كويل دبلز اتس ريديوس از ريديوس تو هاف، لازم الريديوس يقلل الهاف عندي. If the number of turns of the circular coil increase to 3 times يبقى radius reduce to 1/3. يبقى ناخد بالنا من الحالة دي عشان نبقى فاهمين يعني ايه الإجابات بتاعتنا. نبدأ في تطبيق جديد. The corresponding figure XY عندي conductor، أنا عندي موصل XY of length 0.2 متر، length بتاعه طبعا 0.2 متر. Moves perpendicularly on a magnetic field of density 2.5. هو طبعا بيقول بيتحرك في مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ده الماجنتيك فيلد الشده بتاعته او الكثافه بتاعته 2.5 تسلا، وبيقول at a speed of 8 meter per second the magnetic force is acting on the wire end. القوه المغناطيسيه هتاثر ازاي؟ تعالوا نشوف فكره الواير ده الكوندكتور اللي عنده from x to y، وطبعا هنا في ريزيستور 5 اومز وهنا 2 اومز ومديني الماجنتيك فلكس دينستي 2.5. طبعا هنبدا بيه على طول القانون بتاعنا
electromotive force equal negative BIV or BLV. EMF equal طبعا الماجنتيك فلكس دينستي 2.5 ال L 0.2 متر and ال V velocity أو السبيد 8 so EMF equal 4 volts. طيب لو أنا افترضت إن السلك ده هو شكل الباتري أو acted as a battery أو consider the wire as a battery يبقى الريزستورز اللي عندي 5 و2 دول يبقى طريق توصيلهم إيه؟ هتبقى بارل. So the equivalent resistance هنا مقام المكافأة بتاعتنا هنا هتبقى 5 by 2 over 5 plus 2 يعني 10 over 7 يعني gives 1.43 ohms. يبقى أنا كده حسبت كمان equivalent resistance. And since in I equals VB electromotive force for battery over R equivalence. ال VB عندي حسبناها 4 volts. ال R equivalent 1.43 وده equal 2.798 امبير. طيب انا كده بقى عندي ال I وعندي قيمة بتاعة ال EMF اقوله سو ان ال F equal BIL. ال B بقت موجودة ودي عندي given. ال I انا حسبتها 2.798 امبير. طبعا اللي موجودة زي ما هي given 0.2 ودي قيمة ال acting force F equal 1.4 نيوتن. انا عاوز اقول ان احنا هنا استخدمنا طبعا القوانين او الفكرتين بتوع ال electromotive force وبتوع ال acting force على واير. and this case ان الواير هنا is placed perpendicular على الماجنتيك فيلد بس انا زودت كمان تو ريزيستورز عشان لما اعتبر ان الواير ده هذا باتري يبقى كده انا هقدر احدد طريقه توصيل الايه الريزستور. نروح لفكره من شابتر تاني. ان اي سي باور سبلاي اوف اي ام اف 80 فولت اند فريكوانسي 50 هرتز سبلاي ذا كارنت تو ا كويل اوف سيلف اندكتانس 21 اوفر 220 هنري اند ذا ريزيستنس عندي 40 اومز ان سيريز. كل دي التوصيلة ده الشكل بتاعهم أو كل دول البارتس in series. Find the impedance and the voltage across each of the resistance and the coil. Is it correct to add this voltage algebraically؟ هل ينفع إن أنا أجمعهم؟ تعالوا نشوف. الأول حضرتك عاوز الـ impedance Z والـ Z دايما هنا طالما عندي power supply وعندي فيه supply current للكويل ومديني السيلف اندكشن على طول يبقى الـ relation اللي انا هحسب بيها الـ impedance Z equal root R power 2 plus XL power 2 وطبعا الـ R power 2 عندي 40 يعني مديني قيمة الـ R هنا 40 plus XL power 2 الـ XL power 2 اللي موجودة عندي هقدر احسبها اروح احسبها من القانون بتاعها since ان الـ XL equals 2 by FL ده هيديني 2 الـ by عندي 22 over 7 باي الفريكوانسي عندي هنا given فريكوانسي القيمه بتاعته 50 باي سيلف اندكتنس عندي وهي 21 اوفر 220 سو ذا فاليو اوف اكس ال ايكوال 30 اومز. طيب انا رحت جبت مين؟ جبت الاكس ال ابدا احطها اندر ذا روت يبقى الزد ايكوال روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2 ده ايكوال الار خلاص اتفقنا ان هي 40 باور 2 بلس XL باور 2 اللي انا حسبتها من الفيرست ستيب عندي هتبقى 30 باور 2 وكل القيمه الفاليو دي كلها 50 اومز دي الامبيدنس. عاوز اروح احسب الفولتج عند او اتش ريزيستنس اند الكويل عشان احسب الفولتج قلت له سينس الاي ايكوال في اوفر زد الفي خلاص بقت ايه؟ واضح عندي ان الفي هي 80 او دي جيفن عندي باور سبلاي ب 80 فولت اوفر الزد اللي انا حسبتها الامبيدنس هي 50 يبقى الفاليو بتاعت الاي في اوفر زد 80 اوفر 50 هتبقى ايكوالز 1.6 امبير. اروح احسب بقى ايه الفولتج اكروس اتش ريزيستنس اند كويل ريزيستنس في ار وبتاعت الكويل في ال لما اروح احسب الفي ار هتبقى ايكوال 40 ودي قيمه طبعا الريزيستنس المقاومه بتاعتها في الاي الاي خلاص اللي ماشي في السيركت 1.6 يبقى 40 multiply 1.6 ده equal 64 volts. انما by calculating ال V او cross او ال voltage طبعا of the coil هلاقي ان ال VL
equal 30. طبعا القيمة بتاعتنا هنا أو الفكرة بتاعتها هنا إيه؟ إن أنا بقول له الـ V بتاعت الـ L عبارة عن IXL أو الـ RXL، الـ XL عندي أنا حسب كام؟ بقول I طبعا 1.6 to the value of VL هي الفولتج أكروس ذا كويل إيكوالز 48 فولتس. طب تعالوا نبدأ نجاوب على الحتة الأخيرة، Is it correct to add this voltage algebraically؟ طبعا أنا لما أقدر أعمل summation بتاعهم، الـ V الأولانية طلعت 64 والبي الثانية 48 فطلعت عندي 112 كده البي أقل من الباتري. So this value is greater than the EMF. يبقى أنا الأول أروح أحسب القيمة بتاع الفولتج VR و VL، لو كانت قيمتهم more than الباتري of the power supply يبقى ده معناه then this voltage in AC circuit current added مش هينفع يتجمعوا مع بعض لأن هيديني قيمة أعلى من البي في. But by vector ممكن اعمل لهم summation by using vectors عن طريق relation VR power 2 plus VX VL power 2 that gives 80 volts. وفي ال 11 عندي او تطبيق 11 in the given figure الشكل اللي قدامي ده there is in an or an alternating current circuit consisting of a lamp written on مكتوب على اللامب دي طبعا 12 watt 60 volts. A capacitor of capacity 2 microfarad. Microfarad. A coil of self-induction 0.9 Henry. And the maximum EMF of source is 50 root 2 volts. Its angular frequency. هنا بقى التردد الزاوي بتاعه كان خلي بالكم الانجولار عشان يبقى بيديني راديان بير سكند. ده قيمته كام؟ 1000 طبعا راديان بير سكند. Calculate the impedance and determine the reading of the thermal أميتر. عاوز كمان قراءة الثيرمال أميتر الموجودة عندي نقدر نشوفها ازاي and the voltmeter. تعال نشوف فكرة الباور سبلاي. الأول حاجة هو أقول له since إن الـ B electric power القدرة الكهربية V power 2 over الـ R. طيب هو كده مستر الـ R من القانون ده هتبقى V power 2 over الباور. الـ V power 2 وقال 60 يبقى 60 power 2 والباور كان عندي 12 لأنه قال لي written. اعرف منين برضو عشان الناس تبقى معايا هو بيقول ان ريتن 12 وات و60 فولت يبقى دي ال V60 وادي الباور 12 عشان اقدر برضو استخدم الداتا او الجيفن في الابلكيشن. ال R equal 60 باور 2 اوفر 12 يعني 300 اوز اند XL طبعا equal 1 اوفر اوميجا سي. الاوميجا سي دي بقى الانجولار فريكونسي اللي عندي 1000 سي طبعا ملتبلاي 2 multiply 10 power negative 6 اللي هي المايكرو او الفراد وطبعا 1 كل دي قيمة ال XC 500 ohms and since ان ال XL اروح احسب ال XL 2 by FL طبعا 2 by FL عندي قيمة بتاعتنا كلنا 1000 multiply 0.9 هتديني 900 ohms to the impedance root R power 2 plus XL minus XC all of 2 الـ R باور 2 انا حسبت الـ R باور 2 عندي كانت 300 باور 2 بلس الـ XL 900 اومز ماينس الـ XC اللي هي 500 all of 2 يبقى كل قيمة الـ impedance 500 اومز and الـ V effective القيمة الفعالة بقى عبارة عن the maximum potential of voltage over root 2 maximum voltage طبعا هو مديهولي 50 root 2 over root 2 يعني هكنسل روت 2 مع روت 2 هيبقى قيمة الـ V effective equal 50 volts since in I V effective over Z effective حضرتك حسبتها أيوة 50 volts الـ Z حسبناها قلنا دايما بـ 500 يبقى أنا لو عملت 50 over 500 هتديني قيمة الـ I 0.1 أمبير. أبدأ أحسب بقى reading بتاع كل فولتميتر V1 equal IR الاي اللي عندي 0.1 الار بقى بتاعت V1 دي هنا هتبقى 300 تمام لاني عندي دي بتاعت الريزيستنس اللي هي قيمة الار ودي ايكوال 30 فولتس. انما V2 V2 متوصلة مع الايه ها مع الكويل يبقى عبارة عن الاكس ال في ايه ايوة 900 ملتبلاي اي اكس ال 0.1 ملتبلاي 900 دي ايكوال 90 فولتس. V3 V3 هنا مع الكباسيتور يبقى IXC الـ I برضو هي 0.1 by
الاكس سي اللي حسبتها في اول خطوه يعني 500 يبقى قيمه البي سي 50 فولت. نروح نحسب البي 4. البي 4 بقى عباره عن الاي بتوع مين؟ اللي هو الكومون بتوين الكويل اند كاباستور. يبقى اقول له البي 4 اي والاكس ال ماينس اكس سي 0.1 باي اكس ال 900 اكس سي طبعا 500 وده جيبز الريدنج بتاع الفورس فولتميتر 40 فولت. طيب والبي 5 ايكوال 50 فولت طبعا دي قيمه الباتري كلها اللي موجوده عندنا. وين ان inductive coil is connected to a DC supply of 6 volts and of internal resistance 1 ohm. A current of 1.5 ampere flows. When the source is replaced, طب انا بدلت السورس ده بدل DC بدلته بالAC, supply of 5 volts and of the frequency 49 hertz, the current flowing in the same coil is 1 ampere التيار مر نفسه. So calculate the self inductance of the coil. طيب وين لما بعمل باورنج او سبلاينج او ادنج او كونكتنج لي دي سي سبلاي يبقى انا هروح على طول اومز كلوز سيركت سينس ان الاي ايكوال في بي اوفر ار بلس الار. الاي اللي عندي 1.5 الفي بي اللي عندي هو قال انا عندي باتري ب 6 فولت اوفر الار بلس الانترنال 1 سو الفاليو بتاع الار اكسترنال 3 اومز. لما حصل بقى another connection او replacing الدي سي بالاي سي هلاقي when it is connected to AC supply نبدا بقى نشتغل على الزد زد ايكوال روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2 ار باور 2 الار اللي عندي حسبتها ب 3 يبقى 3 باور 2 بلس اكس ال باور 2 اللي عندي ومن هنا هقدر اجيب قيمه الاكس ال سينس ان الاي في على زد طبعا الاي هنا قلنا ب 1 والفي ب 5 اوفر زد روت 3 باور 2 بلس اكس ال باور 2 طبعا ماثيماتيكالي هقدر احسبها باي يوزنج كالكوليتر هيبقى الاكس ال عندي 4 اومز وطالما الاكس ال 4 اومز هقدر اجيب ال ال اللي هو السيلف اندكتنس فروم ذا ريليشن اكس ال ايكوال 2 باي اف ال 2 ملتبلاي باي 22 اوفر 7 ملتبلاي 49 ملتبلاي ال وده هيديني الاكس ال 4 يبقى كل ده بيساوي 4 يبقى هقدر اجيب ال L طبعا ال 4 اوفر كل القيمه دي so the value of the self inductance 1 over 77 هنري وبكده النهارده نقدر نكون عملنا ريفيو سريعه كده على بعض النقاط يا اولاد في شابتر the physics from 1 to 7 or 2 3 عشان نقدر برضو نكمل مع بعض وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وأشكر فريق الإدارة العامة بالتعليم الإلكتروني ووزارة التربية والتعليم والسلام عليكم.